Silahlı kuvvetlerinin bir isteğidir ve emridir. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. ما هي أصعب اللحظات التي أفشلت المحاولة الانقلابية وأنجت تركيا وشعبها ورئيسها من الانقلابيين؟ أولاً الخامس عشر من يوليو بدأ بليلة مظلمة في تاريخنا المعاصر، ولكن شعبنا حول هذه الليلة إلى صباح مشرق. للمرة الأولى في تاريخ العالم المعاصر رأينا محاولة انقلاب أثبطها الشعب في الشوارع بيدهم وبدون أي سلاح، وقد رأيتم مشاهد كثيرة حاول الناس من خلالها وقف الدبابات بأيديهم فقط وبأجسادهم العارية وبعلم يرفرف في أيديهم، ولم يهمهم مقاتلات F-16 التي تطلق النار عليهم، ولم يعبأوا ولم يخافوا بسبب الهليكوبتر التي تسقط القنابل عليهم، ولا حتى الجنود الذين يطلقون النار عليهم. قدموا مثالا وقدوة في البسالة والشجاعة. لماذا قاموا بذلك؟ أولا لأنهم يؤمنون بديمقراطيتهم وحريتهم وبسيادة القانون. في تركيا رأينا ثلاث انقلابات منذ 1960، 1971 و1980، ولكن كل هذه الانقلابات قام بها الجيش ضد مجموعات بعينها، واثنان منهما نجحا. ولكن هنا للمرة الأولى رأينا جنودا يطلقون النار على شعبهم، على المدنيين، والدبابات تدهس الناس ويحتلون مباني حكومية ويقصفون البرلمان التركي، وهذا لم يحدث في السابق منذ حرب الاستقلال. وقصفوا القصر الرئاسي ومبنى المخابرات، وقاموا بالهجوم على شركات الساتلايت و الأقمار الصناعية. رأينا أمورا كثيرة تلك الليلة، ولكن في الوقت ذاته الشعب التركي قدم مثالا في المقاومة ضد الانقلابيين وضد التدخل العسكري. وأعتقد أن كل الدول في العالم التي تؤمن بالحرية والديمقراطية تنظر إلى الشعب التركي الآن وتقول إنهم بالفعل ملتزمون بمبادئ الحرية وسيادة القانون. بالطبع هذا قام به فصيل مارق من الجيش التركي، ولكن العنصر الأهم في خطتهم الانقلابية كانت تتمثل في قتل الرئيس أردوغان. إذا ما نظرت إلى خطتهم فلقد قاموا في ثلاثة أماكن: في أنقرة في المدينة، والثاني في إسطنبول، والثالث في مرمريس حيث كان الرئيس يقضي إجازة مع عائلتي. هذه الأماكن الثلاثة التي قاموا بها بالعمل. هل نجحوا في إلقاء القبض على الرئيس؟ لو قاموا بذلك لنجح الانقلاب بالطبع، ولكن برحمة الله وبفضل الله وبفضل خطة الرئيس فر ونجا. وليس لدي شك في عقلي بأن هؤلاء الجنود الذين كانوا على متن ثلاث مروحيات وقوات خاصة، 30 منهم متدربون، كان لديهم نية وأمر إما بإلقاء القبض على أو قتل الرئيس. وعندما فشلوا في ذلك والرئيس دعا الناس للخروج إلى الشارع، كنت أتحدث إليه تلك الليلة، كان في مكان آخر، وكنا نقوم بالتنسيق في عملية الرد على ما يجري، ولم نكن قادرين على الوصول أو التواصل مع القادة العسكريين لأنهم أخذوا كرهائن.
إذا نسقنا بكل شيء من خلال الشرطة والقوات الأمنية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وكل هؤلاء المسؤولين أيضا رئيس الوزراء، وتحدثنا إلى الحكام ووجدنا قادة في الجيش أيضا يعارضون هذا الانقلاب العسكري، أدركوا فورا بأن هذا انقلاب لا يسير وفق التسلسل القيادي. إذن بدأوا بالتحرك بالتالي، ولكن اللحظة الحاسمة كانت عندما ظهر الرئيس على شاشة التلفاز يدعو الناس إلى أن يخرجوا إلى الشارع ويقاوموا هذا الانقلاب. لقد كان منظرا مذهلا، ويمكن أن نرى هذه الأمور مرة في الحياة فقط. عشرات من الآلاف ومئات الآلاف من الناس خرجوا إلى الشارع بكل ما يملكون بأيديهم، خرجوا بملابس النوم ويحملون الأعلام، وبالطبع تجمعوا في الأماكن العامة وذهبوا إلى المطار وبدأوا يدفعوا الجنود والدبابات والمقاتلات، وخلال ساعات الملايين من الناس خرجوا إلى الشارع في كل البلاد، من إسطنبول إلى أماكن أخرى في كل مكان. وبالطبع قمنا بنقل قوات الأمن والقوات الخاصة، وقاموا بالعمل وقاموا بعدد من الإجراءات المتعلقة بالجنرالات. الساعة 5 صباحا كل شيء توقف وأوقف الشعب هذا الانقلاب. وبالطبع اليوم التالي 16 من يوليو قضيناه في محاولة للتهدئة ولضبط الأمور، لأنه لا تعرف، قد يكون هناك خطة بديلة، وقد يكون هناك أيضا مجموعات أخرى وطائرات ربما ومروحيات يخططون لهجمة أخرى بالهجوم على الرئيس وما شابه. لذلك قضينا 16 من يوليو ننسق لمواجهة هذه المحاولات الممكنة. وعندما أدركوا بأن الانقلاب فشل، بعضهم اختبأوا وبعضهم رحلوا من البلد. على سبيل المثال 8 جنود فروا إلى اليونان، والآن نحن نطالب بتسليمهم وإعادتهم إلينا، ونأمل أن يعادوا إلى تركيا، وسوف يتم تسليمهم من خلال عملية قانونية تسير الآن. والذين اختبأوا تم اعتقالهم، إذن فهناك حفنة منهم ما زالوا فارين الآن. نحن نعتقد بأنه فتح الله جولا ولا شك بذلك، ولكن إذا سألتني من هو من الجنرالات العقل المدبر ووجه الانقلاب، أقول لك شيئا لافتا هنا. في الانقلابات العسكرية المعاصرة يكون هناك عادة وجه لشخص هو الذي يقود الانقلاب. على سبيل المثال عام 1980 عندما حدث الانقلاب هنا، كانان إفرين كان وجه الانقلاب وخرج وقال أنا أقوم بهذا الانقلاب وأنا سأتولى زمام الأمور. في إسبانيا فرانكو خرج وقال أنا أحتل البلد، وأنا هنا. في الأرجنتين بينوشيه قال أنا هنا، وفي مصر السيسي قال أنا أتسلم زمام الأمور وأنا قائد الانقلاب. هنا الأمر مختلف، ليس لديك شخص هنا يخرج على الشاشة ويقول بصراحة وبصدق وبشجاعة أنا قائد الانقلاب. هذا تكتيك لفتح الله جولا، أي أنه ليس هناك ظهور على الكاميرا، هم دائما سرا يعملون ويدفعون الناس إلى الواجهة، يستخدمون أناسا آخرين ويستخدمون وكالات أخرى وبيادق لكي يبقوا مختفين وراء هذا، ولكن هذا الوقت هم فشلوا وخابوا. هذه المجموعة الجولانية التي يديرها هذا الرجل فتح الله جولان الذي يعيش في بنسلفانيا في الولايات المتحدة منذ عام 1999، كان لديه خطة في التغلغل في الدولة التركية على مدى عقود، على الأقل منذ الثمانينيات. وبالفعل هو اعترف وقال بأن لديه آلاف وآلاف من الأتباع في مؤسسات في الدولة، في الجهاز القضائي، في قوات الشرطة، في القوات الأمنية، وفي الجيش، وفي مؤسسات أخرى في البلد.
هدفه هو أن يسيطر ويحتل البلد. هم يقدمون أنفسهم بأنهم مدرسون ومعلمون مسالمون، وهم يمثلون الإسلام المعتدل، وهم يقومون بعمل خيري وصدقات، ولكن كان هناك جانب ظالم في هذه الحركة، مظلم حتى قبل هذا التحرك. في الثمانينيات والتسعينيات كانوا دائما غامضين، وكانوا ينافقون، يظهروا لك شيئا ويفعلوا شيئا آخر، وهذا لا علاقة له بالإسلام قط، ولا بإخلاق الإسلام، ولا بثقافتنا، ولا بحضارتنا أبدا. الشخص يجب أن يكون صادقا أمينا. إن كنت صادقا أو عدوا تظهر وجهك الحقيقي ولا تستخدم أي قناع. هذه ذهنيتهم، هذه ذهنية هذه المجموعة، لأنه يؤمن أن كل وسيلة ممكنة لتحقيق هدفك فهي مشروعة، أي أن الغاية تبرر الوسيلة. إذن فهو ليس لديه مبادئ، فهم يمكنهم أن يكذبوا، ويمكن أن يرتكبوا جريمة أو يسرقوا أو يفعلوا أي شيء، وكلهم يزعمون بأنهم يقومون بذلك من أجل قضية نبيلة عظيمة، لذلك يرتكبوا هذه الجرائم الصغيرة، وهذه ذهنية خطيرة جدا. وهذا الرجل أتباعه يؤمنون بأنه المهدي، هم يقولون هذا على الملأ من وجهة نظر دينية ومن وجهة نظر اعتقاد وعقيدة. هذا مبدأهم وهذا اعتقادهم، وهذا غير معقول أنه، هل صحيح أنه يزعم هذا الزعم أن يعود إلى تركيا على غرار عودة الخميني إلى إيران؟ هذا ما يقوله البعض، بأنه كان يخطط للعودة على شاكلة الخميني، بأن يعود إلى تركيا وأن يستقبله أنصاره. إذن بدأ بالتخطيط وزرع أتباعه في مؤسسات الدولة بدون أن نعرف من هم، وهم يخفون هويتهم. كما في بعض الحالات أعطيك أمثلة على ذلك، إذا كنت حركة دينية فإنك تحترم مبادئ الإسلام، ولكنك لا تشرب الخمر، وزوجتك تغطي شعرها وتصلي. هو أعطى أوامر للجيش بأن لا يقوموا بأي من هذه الأمور لكي يخفوا أنفسهم ولكي يتستروا على هويتهم. كيف يمكنك أن تجعل شيئا حراما حلالا؟ الله سبحانه وتعالى حرم شيء فلا يمكنك أن تحلله لأي غرض من الأغراض. ليس لديك الصلاحية الدينية للقيام بذلك، ولكنه أصدر فتوى لأتباعه بأن يقوموا بكل هذه الأمور لكي يتخفوا ولكي يتغلغلوا سرا في مؤسسات الدولة، ليتمكنوا يوما ما عندما يصدر الأمر لهم أن يقوموا وينفذوا أمره. أعطيك مثالا، خلال محاولة الانقلاب هذه، رئيس الجيش مساعده اعترف بأنه يعمل مع تنظيم جولان، وهو عضو في هذا التنظيم، وقال إنه قام بتنفيذ أوامر ما يسميه إخوته تلك الليلة. ولكنه قال، وهذا مهم أيضا، بأنه دخل المدرسة العسكرية عام 89، قبل 27 عاما، وأسئلة قدمت له من قبل إخوته الجولانيين، لأنه عليك أن تقوم بأن تأخذ اختبارا قبل الدخول في المدرسة، وقدموا له الأسئلة قبل أن يأخذ الامتحان لكي ينجح. فهم سرقوا الأسئلة للاختبار في هذه المدرسة العسكرية، وقاموا بذلك أيضا في اختبارات أخرى. هناك قضية في المحكمة الآن ضدهم بسبب سرقتهم لأسئلة الامتحانات، وهناك قضية ضدهم الآن بسبب ذلك. ولكن ما هو مذهل أكثر هو التالي، عندما قاموا باعتقال رئيس الأركان والذي حاول أن يقنعهم بأن يتوقفوا عما يفعلونه، قال أنتم في المسار الخاطئ وأنتم تخونون بلدكم وتنتهكون الدستور، أوقفوا هذا سوف تعاقبون بشدة.
إذن حاول أن يقنعهم بالتوقف عن ذلك، وفي مرحلة من المراحل، وهذا ورد في شهادته الرسمية تلك الليلة، أحد جنرالات الانقلاب قال لا يمكن أن نقنعك، ربما نجعلك تتحدث لفتح الله غولان مباشرة لكي يقنعك بالاستمرار في عملية الانقلاب. هذا يؤكد أن رئيس الجيش على علم بكل تفاصيل الانقلاب. نعم، ليس لدينا شك أبدا، هو عرف عن هذا الأمر، والناس كانوا يعملون سرا وكانوا يخبرونه بهذا الأمر، ولا شك بذلك. المزيد من الأدلة قادمة سوف نراها. على سبيل المثال، بعض الجنرالات والجنود في هذا الانقلاب كانوا لديهم أوراق أدعية وقعها غولان، وقالوا أن هذا سوف يكون حماية لهم. إذن من وجهة نظر دينية وعقيدة فإنهم حقا منحرفون، هذا لا علاقة له بالإسلام ولا بالدين، فهذا نفاق وهذا تفكير خطير. الرئيس قال إن هؤلاء وراءهم قوة أكبر. ما هي القوة التي تقف خلف غولين، لا سيما وأن الذين يعرفونه يقولون أن الرجل ليس بهذه الحنكة والعقلية التي يكون بها مثل هذا التنظيم السري المعقد والمنتشر في كل أضلع ومفاصل الدولة؟ على ما يبدو هو يحصل على بعض المساعدة والمشورة من البعض من جهات معينة، لا أريد أن أشير إليها الآن، ولكن واضح الآن. أولا، لم نرى أي تنظيم كهذا في بلدنا وفي تاريخنا. هناك منظمات يسارية ومنظمات يمينية ومنظمات إسلامية وقومية تركية، ولكن لا شيء كهذا أبدا. هذه حالة فريدة، ولهذا السبب أحيانا من الصعب للناس في الخارج أن يفهموا حقا لماذا مجموعة كهذه وتنظيم كهذا يمكن أن يوجد وأن يبقى وينتظر لأعوام، ومن ثم يقوم بمحاولة الهيمنة على البلد وأن يقوم بكل هذه الأمور. لهذا السبب أريد أن أتحدث عن عقليتهم وكيفية عملهم. على سبيل المثال أعطيك مثالا آخر، عندما بدأوا بأن يكون لهم نفوذ قوي أكبر في البيروقراطية التركية، وخاصة بعد 2006 و2007 و2008 أرادوا أن يسيطروا على كل شيء، أرادوا أن يكون مدير الشرطة منهم ورئيس الاستخبارات أن يكون من أتباعهم وما شابه. ما الذي استفاد به غولين من انقلاب 1980، وما الذي أفاد به الانقلابيين؟ 80 darbesinden sonra Gülen'in بعد انقلاب العام 80 فتح الطريق أمام غولين وجماعته. كما أشرت من قبل، تم غض الطرف عن رجال غولين داخل الجيش وكذلك داخل الشرطة، كما تم غض الطرف عن تدخلاته في السياسة، لكننا لم نكن نعلم أن هذا كان باتفاق معه. كنا نعتقد أن ما يجري هو نجاحات لنا. يعني عملية اختراق منظومة الدولة بدأت بعد انقلاب 1980. Şimdi devleti ele geçirmesine ruhsat verildi ama bunu سمح له أن يسيطر على الدولة، ولكن ليس باسمه بل باسم الولايات المتحدة الأمريكية، وتم استغلال الدولة لصالح الولايات المتحدة، وهذا ما نراه الآن. فحين ننظر إلى كل ما يقوم به نجده في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. أنت كالشخص الثاني القريب حوله في ذلك الوقت، أقرب تلامذته إليه، لم تفهم في ذلك الوقت أي تفاصيل عن هذه اللعبة التي تجري، إن كانت لعبة؟ أنا تكلمت قبل 15 عاما من الآن وقلت إن الجماعة وقعت في أيدي قوى أجنبية تحركها، وبدأت أقاوم هذا الأمر من داخل الجماعة،
لكني في البداية فسرت الأمر على نحو أن فتح الله غولن محتجز في الولايات المتحدة وأن الفريق الذي يدير الجماعة هو المتورط في هذه المسألة، لكني أدركت بعد ذلك أن غولن على رأس فريق الخونة. وحينما وقعت محاولة الانقلاب الأولى بين 17 و25 من ديسمبر 2013 أدركت أن غولن على رأس العصابة الخائنة. من هنا بدأت أعارضه بشكل علني. كيف كان حينما تتحدث مع غولن في ذلك الوقت، تلك الفترة لازمته 40 عاما، كتبت سيرته الذاتية، كيف كانت رؤيته لإسرائيل؟ هناك غرام وحب من نوع خاص بين غولن وكل من أمريكا وإسرائيل، وكان يفسر هذا الحب في البداية على أنه نوع من السياسة، ويقول إذا لم تكن علاقتنا جيدة مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل فإننا لن نستطيع أن نقوم بنشاطنا في أماكن مختلفة من العالم. وبهذا الشكل كان يفسر دعمه وقربه من أمريكا وإسرائيل. ولكن في المرحلة التالية أصبح حبه لهما مبدئياً وأساسياً بالنسبة له ولأتباعه. إذا كانت مدارس غولن تعمل منذ العام 1980 بشكل قوي، معنى ذلك أن هناك آلاف 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 مؤلفة تخرجت من هذه المدارس وزرعت في كل أركان الدولة. اليوم الجيش قال إن هناك 8651 عسكرياً يمثلون 1.5% فقط من نسبة الجيش تم اعتقالهم. هل هؤلاء فقط 1.5% هم الذين ينتمون إلى جماعة غولن؟ يمكن أن يكون أقل أو أكثر، سوف نعرف بعد استكمال عملية التحقيق. هم قدموا هذا العدد استنادا إلى الناس الذين شاركوا في محاولة الانقلاب في 15 يوليو. قد يكون هناك خلايا نائمة أخرى. مرة أخرى الاختفاء والتستر هو سمة بارزة لهذا التنظيم. إذن لا نعرف إلى الآن وسوف نعرف لاحقا، ولكن أي شخص مرتبط بتنظيم غولن في الجيش سوف يطرد من الجيش. وهذه العملية بدأت بالفعل وقد بدأت مؤخرا وسوف يطردون من الجيش. هل هم يعترفون على بعضهم البعض؟ نعم، الكثيرون منهم أخبروا ويعترفون وهم يقدمون معلومات عن بعضهم البعض. مباشرة يتكلمون دون تعذيب ودون ضرب ودون شيء. No torture, no speak. Yes, yes, of course. First of all, أولاً لم يكن هناك تعذيب على الإطلاق. أود أن أوضح أمراً. بعض الصور التي نشرت في الإعلام الغربي قدمت بأنها أدلة على التعذيب. لم يكن هناك أي تعذيب قط. نعم، هم تم نزع لباسهم العسكري وهذا جزء من عملية التحقيق، فهم لم يعودوا جنودا وبالتالي يجب أن يلبسوا لباسا مدنيا، وهم كانوا قيد الاعتقال أو التوقيف، لم يعذبوا، لأننا لا نطيق التعذيب ولا نسمح به قط. أنا تحدثت إلى وزير العدل صباح اليوم وقد قال بأنهم يقومون بعملية استفتاء أو إحصاء جدي إذا ما كان هناك أي إساءة أو تعذيب أو ما شابه، فسوف نقوم بالنظر بهذه المسألة لأننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد. الدول مواقفها كانت متبينة خلال ساعات الانقلاب. بعض الدول مثل قطر من أول لحظة، لكن منذ الدقيقة الأولى تأخرت 15 ساعة، هناك دول تأخرت 20 ساعة، هناك دول أدلت بتصريحات، هناك دول قالت الانتفاضة التركية، هناك دول قالت نتبين الموقف. سياستكم الخارجية هل ستتغير إزاء كل دولة حسب موقفها؟ كل بلد قد يكون لديه وضع خاص به في محاولة فهم ما دار تلك الليلة، لأن
بعض الدول كان الوقت فيها ربما متأخر أو الساعة 3 صباحا وما إلى ذلك، والبعض كما قلت تحركوا فورا واتصلوا بنا، والكثير من الدول أخبرناهم بما يجري وقاموا بتجهيز البيان الرسمي لاحقا، ولكنني لا أتذكر أي بلد في اليوم التالي لم احنا نتذكر يدلي ببيان قوي ضد الانقلاب. طبعا مرة أخرى بالنظر إلى الجدول الزمني والوقت قد يكون هذا الأمر مضللا أو دليلا حقيقيا، فيعتمد على وضع كل بلد، ولكن الأمر دعك من الأساس هذا هو دعك من الوقت وإحنا عملناه. هناك دعوة رسمية وجهت من رئيس البرلمان إلى كل السفراء الأجانب الموجودين داخل تركيا وداخل أنقرة لحضور الجلسة الطارئة التي عقدت في 16 يوليو. هذه الجلسة لم يحضر فيها أي سفير عربي، وحضرها 70 سفير من أنحاء العالم، لم يحضر أي سفير عربي سوى سالم الشافي سفير قطر، وربما السفير الفلسطيني لم يحضر أي سفير آخر، ولا أي دولة عربية حضرت. كيف قرأتم هذا أنتم في الرئاسة بينما حضر كل الدول 70 دولة حضر مندوبين منها؟ أنا أعرف أن سفير قطر وهو صديق حميم لي كان دبلوماسيا رائعا، وهو صديق لتركيا ويخدم بلده ويمثل بلده بطريقة حقيقية جيدة، وقد كان موجودا هو مثل بلده في الجلسة الاستثنائية. لا أعرف، نعم قد يكون هناك سفراء آخرون لا أعرف، ولكننا لكن هنا المؤكد أنكم نتحدث مع الوضع في إسطنبول. كما قلت نحن كنا نتعامل مع الوضع في إسطنبول آنذاك، ولكنني أعرف أن سفيرا أو سفيرين سالم كان أحدهما، ونشكره ونشكر دولة قطر لجهودها، ولكن مرة أخرى لا أعرف المعلومات المتعلقة بالسفراء هل كانوا موجودين خارج بلدهم أم لا. لا أعرف حقا في موظفين في السفارة ما حضروش. ربما لم يأخذوا هذا الاجتماع على محمل الجد، يمكن أن تسألهم أنت. سياستكم قبل الانقلاب، قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة، كانت تميل إلى إعادة العلاقات مع النظام في مصر الانقلابي عن طريق بعض الوزراء أو كما صرح النظام الانقلابي في مصر وقف ضد صدور بيان من مجلس الأمن وكان تأييده واضحا للانقلاب. هل ستغيرون موقفكم منه في الفترة القادمة؟ كما تعلم الأمر مؤسف بأن مصر حاولت أن توقف هذا البيان من مجلس الأمن الدولي وأن تعيقه، ولكن لأسباب متفهمة ربما. كما تعلمون هم أتوا إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري، وهذا لم يحدث في تركيا، والشعب التركي أحبط هذا الانقلاب ووقف إلى جانب الرئيس المنتخب والحكومة التي تمثلهم، والجميع يرى ماذا تعنيه هذه الفعلة حقا. نحن نقدر شعب مصر ونحترمه وكفاحه من أجل الديمقراطية والحرية. الحكومة اتخذت موقفا كهذا، هذا محزن، ولكن القرار يعود إليهم. لكن ما هو مهم هو أننا أحبطنا الانقلاب في بلدنا، وشعبنا سطر التاريخ، وهذا الأمر الذي سيتذكره الجميع. أما تخشون من أن الإقالات الكثيرة في الجيش ومؤسسات الدولة يمكن أن تخلق حالة من الفوضى والفراغ في إدارة الدولة؟ كلا، أنا سعيد أنك سألت هذا السؤال، بالعكس تماما. إن إزاحة الانقلابيين والمجرمين والجولانيين من المؤسسات في تركيا ستجعل تركيا أكثر قوة وأكثر شفافية وليس أضعف، لأننا ننظر إلى هذه المسألة الآن وننظر نظرة إلى الخلف والماضي وما جرى. أحد المشكلات التي واجهتنا بالنسبة للكفاءة وبعض القضايا السياسية هي تأسست بسبب هؤلاء الناس، وهذا سوف يوفر لنا بالتالي الشفافية والكفاءة، وهذا سوف يعيد الثقة ثانية
في الدولة ومؤسساتها والجيش، إذن فنحن على ثقة تماما بأن الأمور سوف تسير بطريقة سلسة أكثر، كما رأينا على مدى الأسابيع القليلة الماضية بعد الانقلاب، فالاقتصاد يبلي بلاء حسنا، والناس يتجولون ويسافرون ويقومون بالأعمال التجارية وهم في الشارع يحتفلون. إذن لم يكن هناك أي نقاط ضعف بالنسبة لنظام الحكم والخدمات التي تقدمها الدولة للناس. كيف تنظر لمستقبل تركيا في ظل إفشال هذه المحاولة الإنقلابية والتحديات الكثيرة التي لازالت تحيط بها؟ أعتقد أننا سنخرج أكثر قوة في إطار هذه العملية، لأن جيلي أنا لم أرى انقلابا وأبنائي لم يروا انقلابا، الآن شهدنا انقلابا للمرة الأولى، وأعتقد أن الناس الآن يعلمون ويقدرون قيمة الديمقراطية والحرية وسيادة القانون بشكل مباشر. الآن يدركوا أن هذا الأمر قيم ويقدرونه، لأننا كلنا كافحنا في سبيله ودفعنا ثمنا باهظا لتحقيقه. وأعتقد أن هذا الإحساس بالوحدة الوطنية كما انعكس ذلك في الصور للقاء الرئيس وحزبي المعارضة ورئيسي حزبي المعارضة، هذه الصور ستقوي تركيا وديمقراطيتنا وستجعلنا أكثر قوة. وأعتقد أن الناس العاديين من كل المجتمع لديهم الثقة الآن بنظامهم السياسي وبقيادتهم السياسية الآن، ونود أن نحول هذا الأمر لفرصة للمزيد من الديمقراطية والرخاء والحرية لشعبنا أيضا لشعب المنطقة.